اهلا بيكم في حلقه جديده من الويكلي نيوز. انا احمد عزيز من عرب هاردوير. مين مش بيحب سام فيشر بطل سلسله سبرينتر سيل؟ شائعات كتير انتشرت الفتره اللي فاتت بتقول ان شخصيه سام فيشر هترجع لنا في جزء جديد واخير في قصه سام فيشر، وعلى حسب التسريبات فالجزء الجديد هنعرف عنه اكتر في معرض E3 اللي جاي. التسريبات ما وقفتش لحد هنا، لا كمان اتكلمت عن تفاصيل في اللعبه زي ان هيكون في لعب جماعي بين اتنين، وهيكون في بطل جديد تماما اسمه جيسون هيكون مع سام وبيحاول يتعلم منه طول الوقت، ومن الطبيعي جدا انه يكمل كبطل لباقي اجزاء اللعبه. في 2016 كنا متحمسين جدا للعبه مافيا 3 من استوديو هانجر 13، لكن بعد ما اللعبة نزلت اللعبة ما كانتش قد التوقعات تماما، وكان فيها مشاكل تقنية كتير جدا، وده خلى الاستوديو المطور ينقسم على نفسه وناس كتيرة منه يمشوا. لكن في تسريب جديد عرفنا ان جزء من الناس اللي كانوا شغالين على مافيا 3 راحوا لاستوديو تاني تبع 2K عشان يشتغلوا على لعبة بايوشوك جديدة. سلسلة بايوشوك اللي انتهت بشكل ما كانش حد يتمناه او يتوقعه لما اللعبة ما قدرتش تحقق المبيعات المطلوبة، وده أدى لإغلاق الاستوديو المطور للجزء الأخير. فخلونا نستنى E3 اللي جاي يمكن نسمع تفاصيل أكتر عن بايوشوك من تاني. ده المخرج اللبناني جوزيف فارس، مخرج لعبة أوي أوت اللي كسرت الدنيا الأسبوعين اللي فاتت لما قدرت تحقق مبيعات فوق المليون نسخة من ساعة ما نزلت. لعبة أوي أوت حلاوتها إنها بتخليك تهرب من سجن مع واحد صاحبك، سواء كنتوا بتلعبوا اونلاين او اوفلاين وانتوا قاعدين جنب بعض قدام شاشه مقسومه نصين. الجميل في اللعبه انك مش محتاج تشتري نسختين من اللعبه عشان تلعبها مع صاحبك، كل اللي عليكم ان واحد منكم بس يشتريها ويبعت دعوه للتاني، والاثنين يقدروا يلعبوا اللعبه مع بعض لحد ما يخلصوها. ممكن صاحب النسخه الاصليه من اللعبه يلعبها تاني مع حد مختلف من اصحابه، يعني نقدر نقول ان اللاعبين اللي لعبوا اللعبه دي في الاسبوعين اللي فاتوا ممكن يكونوا وصلوا لاتنين او 3 مليون كمان. لو حد فيكم معاه اللعبه دي دلوقتي يقدر يختار حد من الكومنتس ويبعت له دعوه وتلعبوا سوا. تعاملوا انتوا بقى مع بعض الكومنتس. دلوقتي الجيل الثاني من معالجات رايزن بقى متاح للطلبه المسبق، وهينزل رسمي في الاسواق في 19 ابريل اللي جاي، ورايزن 2600 و2600 اكس بسعر 200 و230 دولار على الترتيب. لازم نفكركم ان جيل رايزن 2 هتقدر تشغله عادي جدا مع المذر بوردز اللي كنت شغال بيها مع الجيل اللي فات من رايزن. كل اللي محتاجه انك تعمل تحديث للبايوس بس. المره اللي فاتت كلمناكم عن احتماليه نزول اسعار كروت الشاشه في يوليو اللي جاي، وفعلا الاسبوع اللي فات لاحظنا انخفاض واضح في اسعار الكروت. فمثلا الجي تي اكس 1070 تي اي وصل لسعر 500 دولار، وال 1080 تي اي وصل ل 660 دولار. الاسعار دي لسه اغلى من زمان، بس على الاقل ارخص من الجنون اللي كنا بنشوفه الفتره اللي فاتت، ولسه متوقعين نزول اكبر في اسعار كروت انفيديا الفتره اللي جايه. كتير منكم بيسالنا ان انا ارشح له لابتوب جيمنج مناسب للسفر الكتير، بحيث انك تقدر تلعب في اي مكان، ولان الاختيارات دايما كتيره ومحيره حاولنا ننقل لكم انسب اختيار، وهو لابتوب مونستر تولبر تي 5 في 14. اللابتوب ده بيجي بسعر اقل من 30000 جنيه تقريبا. ممكن يكون غالي، بس لما اقول لك ان اللابتوب دوت هيدي لك كارت 1060 وشاشه بتدعم تقنيه جي سينك من انفيديا، والاهم بقى كيبورد ميكانيكال او اسمها الادق لو بروفايل ميكانيكال كيبورد، ودي حاجه مش موجوده في اي لابتوب تاني. ولو حد فيكم مهتم يشتري اللابتوب ده يقدر يعرف تفاصيل اكتر عنه من الفيديو ده. الناس بتوع السفاري والكامبينج في الصحراء يجمعوا هنا معلش. عادة الناس دي لما بتسافر وتقعد في مخيمات لفترة طويلة في الصحراء بيفقدوا أي أمل في التواصل مع العالم الخارجي، لأن شبكة الموبايلات بتاعتهم مش بتوصل غالبا للمناطق دي. الناس المحترفين والقدام في الموضوع ده بيعتمدوا على موبايلات شغالة باستخدام الأقمار الصناعية، لكن الفكرة إنهم بمجرد ما يرجعوا تاني لحياتهم الطبيعية بيضطروا يغيروا الموبايل ويرجعوا لموبايلاتهم العادية. ولأن الموضوع ده ممكن يكون مش مريح شوية، شركة ثريا العربية قررت إنها تعمل موبايل اسمه ثريا إكس 5 تاتش، وده بتقدر تستخدمه في كل حتة، بحيث لما تطلع الصحراء يبدأ يشتغل القمر الصناعي، ولما ترجع تاني لحياتك الطبيعيه يرجع يشتغل تاني بشبكات الموبايل العاديه. تفاصيل اكتر عن الموبايل وشركه ثريا في الديسكريبشن تحت. تعرف ان شركات الموبايلات بتضحك علينا وهم قاصدين يخدعونا؟ تقرير صادم خرج من يومين بيقول ان شركات موبايلات كتير جدا بتضحك على المستخدمين بتوعهم لما بتقول لهم ان هم طبقوا تحديثات الحمايه الجديده اللي بتنزلها جوجل، في حين ان كل اللي عملوه هو انهم غيروا اسم الباتش بس من غير تنفيذ حقيقي. اسماء شركات جت في التقرير ده، لكن اشهرهم كان شاومي ونوكيا وون بلس اللي عاده ممكن يكونوا متاخرين بتحديثين او ثلاثه، ويقولوا للمستخدمين ان موبايلاتهم متحدثه باخر تحديث امني. بعدهم تلاقي شركات زي هواوي واتش تي سي اللي ممكن يكونوا متاخرين باربع تحديثات. المشكله الكبيره بقى كانت عند شركات زي زد تي اي وتي سي ال اللي ممكن تتاخر باكتر من اربع تحديثات. الموضوع ده غريب جدا وغش رسمي من الشركات دي، لكن برضه لو في حد يتلام بسبب المشكله دي فهيكون جوجل والشركات المصنعه على الشرائح الاس او سيز. فمثلا الموبايلات اللي شغاله بشرايح ميديا تك متعرضه اكتر للمشكله دي، في حين الموبايلات اللي شغاله بشرايح سامسونج وكوالكوم اقل. دي كانت اهم الاخبار الاسبوع ده. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الاخبار دي اتابعوا عرب هاردوير دوت نت والانستجرام تويتر فيسبوك ويوتيوب. سلام.